الله وأنت غني عن العالمين والملائكة ركع سجود في كل أرجاء هذا الكون. لماذا؟ ليس المراد للعبادة يعني الركوع والسجود أن تكون لله, أن تستسلم له عندما يأمرك بالعدل والإحسان والصدق والرحمة وكذا, أن لا تستسلم للشيطان الذي يريد لك, يريد لك الشقاء والشرور والبغضاء والتناحر. هذا هو الأساس. طيب لماذا نعبد يا رب؟ الله بين: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. شوف الغاية, مثل ما قلت للطالب ذاكر لعلك تنجح أو سوق السيارة لعلك تسلم. إذن أيضاً العبادة الغاية منها التقوى. التقوى في القرآن هو كف الأذى والعدوان, لقوله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. البر ضد الإثم والتقوى ضد العدوان, وبضدها تتميز الأشياء, وهي رسالة الأنبياء: ألا تتقون ألا تتقون ألا تتقون. أتى الأنبياء ليصلحون بين الناس حتى لا يتعادون ولا يتقاتلون, حتى يوظفوا نعم الله عليهم. فالتقوى في القرآن المعنى المركزي لها هو كف الأذى والعدوان. ولماذا يا رب تريدنا منا نحن البشر نكون طيبين ومتقين؟ ليش ما تخلينا البقال الأقوى؟ ليش؟ الله ذكر العلة, قال: واتقوا الله لعلكم تشكرون. فما هو الشكر؟ هذا الشكر في القرآن غير الحمد. الحمد في القرآن, حتى أفرق الآن بين الحمد والشكر, في القرآن الكريم: وقالوا الحمد لله, قل الحمد, قول قول كل قول. الشكر عمل, اعملوا آل داود شكرا, عمل فكري, عمل إيجابي, عمل جوارح. وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون, ما قال قليلا ما تحمدون, قليلا ما تشكرون. فهمها الشيطان كثيرا. ماذا قال؟ قال: ولا تجدوا أكثرهم شاكرين. ما قال: ولا تجدوا أكثرهم صالحين أو مصلين, لا 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 لا, ما يهمه. ولا تجدوا أكثرهم شاكرين, يريد إبطال الخيرية الإنسانية. الإنسان تقوم خيراته في الأرض بتفعيل نعم الله عليه, سواء النعم الذاتية التي ولدت معه كالسمع والبصر والعقل والقلب, أو النعم الإضافية: المال, المركز, الجاه. كل هذه النعم يجب توظيفها توظيفا صحيحا في نصرة البر والتقوى والعدل والتسامح وفهم الآخر والإبداع والتفكر إلى آخره. إذن هنا ثلاث غايات كبرى في القرآن عرفناها: العبادة تؤدي إلى التقوى, والتقوى يؤدي إلى الشكر, وهي مهملة في التراث المذهبي والله, وهي أعلى غاية مطلوبة من الإنسان, لقوله عز وجل: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورة. إذن توظيف السمع, توظيف البصر, توظيف العقل, العقل له خصوص, القلب هو ملك ملك الملكات الإنسان. إنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور, وأم لهم قلوبا يعقلون بها. القلب إذا فسد وتكبر سيطر على, أصبحت لا ترى لا تسمع لا تعقل, أصبحت جهنم شيطان مريد. فلذلك القلب له في القرآن جعله الأساس: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم.